مرحبا، رجعنا لكم بلايف جديد. ننتظر الحضور. نونا جايند، مرحبا على اللي موجودين. مرحبا، صوت واضح. تحياتي للكل، من زمان ما طالعين لايف. ها، صوت تمام. مرحب عليكم جميعا، كيف الحال؟ طمنونا عنكم. علاء العبيدي، آلاء العبيدي، ما نعرف هذا الاسم، لو علاء لو آلاء. تحياتي للموجودين، خلي صعد شوي البث ونقعد. مساء الخير أحمد الأسدي من العراق، تحياتي. شكرا شكرا. أسيل، عندي التهابات، شنو العلاج؟ هسه راح نحفظ خلي يحضر البث كامل. علي الشمري، تحياتي الملكة حياتي، أهلا وسهلا فيك. شوية يقوى البث ونبدي لايف، نجاوب على أسئلتكم. آلاء حبيبتي، آلاء شكرا. صدق الصورة هي مال بنت آلاء، بس بالإنجليزي من تنكتب ما نعرف علاء ولا آلاء. دانا مساء الخيرات، تحياتي للكل. منين أكثر المتابعين؟ منين؟ قيادة 8، مساء الأنوار عليكم، مساء الخير والسرور. دانا من دبي، تحياتي حبيبتي، انتي جيراني من العراق. عمار الأنباري، تحياتي لكم من العراق، تحياتي حبايبي من بغداد. شكرا أثير العراقي. تشاد فاطمة، شكرا متابعتها من تشاد، تتابعنا. أحمد قيادة كوي 577551، مرحب من بغداد، ما شاء الله العراقيين منورين. ياسمين مرحب حبيبتي، نريد شوية صعد البث نتعرف عليكم. منين؟ من أربيل. دكتور محمد تحياتي إلك عيني. حسين الكردي، أهلا وسهلا، نورتونا أهل كردستان. يوزر، أهلا وسهلا. حمادة، أهلا وسهلا. صن صن CUN، أبو سجاد تحياتي لكم. نريد شوي صعد البث ونبلش باللايف مالتنا. رسل علاج للتشوهات، هسه نحفظ الأسئلة ونبدي. طبعا اللي ما يعرفني، أنا دكتورة زينب العزاوي، استشارة نسائية وتوليد وعقم، و دائما نطلع لايفات نجاوب على الأسئلة اللي تخص النسائية والعقم والالتهابات والمشاكل. إسراء من الأردن، بنت النجف، تحياتي لكم. هسه مثل ما نتفق، تحياتي لكم. طبعا فرحانة بوجودكم، فرحانة بوجودي معاكم. طبعا نتفق الأسئلة تكون مختصرة. بلشنا بدل بث، يلا يلا سوي لايكات كثيرة حتى توصل اللايف مالتنا، توصل الأجوبة مالتنا لكل اللي عندهم استفسارات. نتفق تكون الأسئلة مختصرة رجاء، وكرروها، أخاف ما أشوفها، كرروها. أوكي يلا ناخذ 40 يوم من ولدت، وش وقت أشرب مانع؟ تتأكدين تجي لك الدورة لو لا. اللي تجي لهم الدورة لا، لازم تاخذين مانع على 40، يعني قبل ما يصير نبلش الجماع. او في ناس تشوف بعد، احنا ليش بعد الـ40؟ شوف في انه تنقطع لها بالرضاعه، تنقطع الدوره، فهذا يعتبر منع طبيعي. تشققات البطن الحمراء، حتى لا تصير تشققات، خلي اوصيكم. طبعا التشققات مو بس بالحمل تصير، اي وحده تكتسب وزن زايد يصير عندها تشققات. فخلال الحمل من اول الاشهر الاولى، مو تنتظرين بالتاسع، تبدين تستخدمين كريمات مرطبه مره او مرتين باليوم. بعدين هي التشققات متى توسع البطن يكون عندها مرونة فما تطلع.
فحطي كريمات تحتوي على فيتامين اي وفيتامين سي، هذني تساعدك. جمانة تحياتي إليك حبيبتي، العمر 49 يخلص. اي والله بحر الحزن، الرجال لحد 70 سنة يخلص الرجال، همينه. بس اذا يعني تعرف اهل قبل 70 سنة اكل صحي ورياضة، هسه لا، تشوفه عمره 30 سنة 40 سنة وعنده ضعف. اي نحاول نختصر. اسباب الم في الجماع ونزول دم لازم تروحين تراجعين وتفحصين داخلي. نختصر، ضعف الحركة عند الرجل مثلا، عدد زين بس الحركة قليلة، ممكن يكون عنده لزوجة عالية الرجال، ممكن عنده دوالي، ممكن يكون عنده التهابات. طبعا تبوا الرجال ما يشكون من اعراض الالتهابات، ف تشيكوا عند طبيب البولية. قرحة بالأمعاء، تقرحات القولون عندك بالأمعاء، وأخذ أبر باليوجي وحامل. تشيكي مع طبيبك، ما أعرف شو، ما افتهمت الأبر، الطبيب اللي تابع معك تشيكي وشوفي ضر الحمل أو لا. أخذت منشطات وعملت طريقة الحمل بولد وما صار حمل. طبعا تدرون أنتوا نسبة الحمل بشهر الواحد إيش قد؟ 15 إلى 20%. يعني نجيب 100 كابل كل شيء ما بيهم ويريدون حمل، 15 أو 20 من عندهم يصيرون حوامل. فإذا ما صار هذا الشهر، الشهر اللي بعده. بس ما أنصح منشطات كثيرة لأن راح تتعب جسمك. عمر 35 تنصحيني بالعقد؟ لا والله ما أنصح، روحي حطي لولب، شكلي شريحة، خلي يصير عمرك بالـ40 ذاك الوقت، ما ظل لك شيء حبيبتي. بس عمر هذا صغير، العقد ممكن يسبب لك آلام، احتقان، نزف. أثار الحب شنو علاجه؟ لازم نروح طبيب الجلدية. الأسئلة نختصرها رجاء، ما أقدر أقرأها صراحة، سريعة تروح. العزل طبيعي تستخدمين؟ إذا تستخدمين حب المارفيلون ليش تسوين عزل؟ أخذي الحب المارفيلون، وهي طريقة واحدة فما يحتاج عزل طبيعي. زوجتك أبو جاسم، زوجتك 40 سنة وبدون أطفال. والله عندي 41 سنة حبلت، وعندي البارحة جت لي مريضتي 44 سنة وحبلت. يعتمد على صحتها العامة، على التبويض، على هرموناتها، على يعني صحية الخصوبة تقل بالـ40. بس أكو في ناس تحبل، يصير طفل وهي مسوية قص معدة يصير. بس أخذي فيتاميناتك، لا تنسين الفيتامينز. نختصر الأسئلة لأن أدوخ ما أقدر أقرأها وتروح من عندي. بيضة 16 يصير حمل، من 16 إلى 25 حجم البيضة يصير بها حمل. أوكي، هبوط الرحم يوضح بالسونار؟ لا، فحص عند النسائية عند الطبيب. ألم الدورة الشهرية حكينا عنه، روحي شوفي بالصفحة شو علاجاتها. الفيروس العملاق عندي إسقاط هواية. شوفي الفيروس العملاق إذا صاب المرأة وهي حامل يعمل تشوهات ويسبب إسقاط بالجنين، لكن الشيء الحلو به أنه يكسب مناعة، أجسام مضادة تصير بجسمك، فما راح يصيبك الفيروس العملاق بالحملة اللي بعده. الإسقاطات المتكررة لها أسباب أخرى، شيكي مع طبيبتك وسوي تحاليل حتى تعرفين. طبعا 50% من الإسقاطات المتكررة هي تشوهات خلقية وتصير بين زواج الأقارب. زين نختصر شوية، إيش قد نسبة الحركة يصير حمل؟ يعني نحاول نجمع إحنا أنواع الحركة، الأي كلاس أي، كل شيء أكو بي كلاس، حتى الحركة كلاس أي وبي وسي ودي. كلاس أي هو اللي إحنا نرغب له، بس إحنا شو نسوي؟ نجمع كلاس أي وبي، أي وبي مجموعهم لازم 50% تصير الحركة زينة يصير بها حمل. العدد إيش قد حتى يصير حمل عند الرجل؟ هو 15% أقل شيء، 15 مليون. العفو، حللتي رجعت أجنة؟ دائما من ترجعون أجنة ورا أسبوعين حللوا، لا تستعجلون بالتحليل. نص الشهر وتجيش آلام الدورة، هذه التبويض يا حبيب تستخدم؟ ما عرفت والله. طريقة الحمل بالولد روحي صفحتي منزلتها أو على الصفحة على اليوتيوب تلقينها. تريد أوبر توأم؟ لازم منشطات تأخذ،
هاي مع الطبيبه والسونار وتشوف اكثر من بيضه تصير عندك. تدرون اللي تاخذ منشطات اللي هي الاوبر والكلوميد ايش قد نسبه الحمل؟ 8 الى 10% حتى تصير حامل بتوام. شنو اخذ؟ عندي نقص فيتامين دي. خلينا نعرف الطبيعي ايش قد المفروض من 50 الى 100 الفيتامين د في الجسم. فاذا اقل من عنده احنا نطي حسب. اكو ابره تنطي كل شهر مره، اكو ابو ال 50 الف ينطي بالاسبوع مره. فانا بالنسبه الي همسيت لي شوف هاي شرايبه تجعد العمليه القيصريه شيء طبيعي. ايش قد صار لها يعني قصد تكتلات جواها؟ ما اعرف لازم فحص ما اقدر. شوفوا خلي اعطيكم فكره. عازفه الامل تسال تقول مخزوني واحد عدد صحيح 55 وعمري 21 سنه منيح هيك، وتقول للدكتوره عندي تكيس كيف اجتمعوا مع بعض؟ والله انت جاوبتي نفسك. اهل التكيسات احفظوها، يصير المخزون عالي، يصير المخزون عالي اكثر من 4 طبعا نانو جرام الوحدات حسب الوحدات. فاللي عندها المخزون قليل يقل مع العمر. لكن خلي أنصحكم يعني أنا عندي مريضات هواية المخزون عندهم صفر عدد صحيح 1. يعني أنا ذاك اليوم وحدة مريضتي حبلت على إيدي الحمد لله المخزون مالتها صفر عدد صحيح 1.6 20 سنة ما عندها أطفال وحبلت ولدتها الحمد لله وشكر مثل ما يقول يوم لكم إن شاء الله ولدتها بولد يجنن. فلا تباعون على المخزون، لا تنتبهون عليه. عوف المخزون إذا إباضة عندك فلا تهتمون للمخزون، أخذوا فيتامينات بس. من تحسون المخزون ضعيف أخذوا مجموعة فيتامينات خاصة بالإباضة. يعني شوي نختار الأسئلة اللي حبوب المايكروجينو 30 آمنة لو لا. شوفوا دا أقول لكم الحبوب واللولب والأوبر وهرمونات والحبوب هرمونات اللولب نحاسي وهرموني كل واحد بيه نسبة نجاح وفشل. لكن هذني اللي عددتهن الفشل بيه صفر عدد صحيح 5 يعني نص يعني 1 بالألف هيك يقولوا. بس يعتمد عليكم انتو شلون تاخذي. هسه مثلا اني تاخذ حب مانع من تخلص الدورة مالتها والدورة تخلص يوم 7 من الدورة فتلحق البيضة تكبر فتصير حامل. اخذوها اللي بين ثالث يوم الدورة او خامس يوم الدورة حتى تضبط المنع. قالت لي تسمينا شوفوا مسوي عملية قص معدة ومالتي قالت لي قال ضعيف التبويض ضعيف لان سمينا ما افتهمت التبويض يمكن ضعيف لان سمينا ما انت قصيتي معدة. اللي يقصون معدة ينتبهون على الفيتامين دال والبي 12 والحديد. خلي اخذوا مجموعة فيتامينات. حاليا 21 اسبوع وزن البيبي طبيعي بس بطن ما عندي زين. 21 اسبوع هذا عمره ايش قد وزنه؟ خلينا نحفظ خلينا نتفق اتفاق. اول السابع وزن الطفل المفروض يكون كيلو، واول الثامن يصير كيلوين. اول السابع 28 اسبوع احفظه كيلو، اول الثامن 32 اسبوع كيلوين، أول التاسع 36 أسبوع يكون 3 كيلو تقريبي أقل شوية أزيد من عنده بس هو هذا الوزن الطبيعي للطفل الصحي الزين. اختصروا لي الأسئلة 16 يوم 12 16 البيضة أوكي. احنا قلنا البيضة حتى تصير تتلقح من 16 إلى 25 بعد الوزن احنا ما نعتمد عليه. تقول وزني بالثمانين نعتمد على كتلة الجسم. احسبوا شلون تحسبون كتلة؟ خلي نتعلم حساب كتلة الجسم. الطول مثلا 160 فيعني 1.0 عدد صحيح 6 ضربوها بنفس الرقم نسميه مربع الطول لان يعني بالمتر مو بالسنتيم. فواحد بوينت 6 في 1.0 عدد صحيح 6 هذا يطلع لنا المعدل الطول مربع الطول على الوزن يطلع لنا كتلة الجسم. الطبيعي بصراحة 20-25 فوق هذا يعتبر زيادة في الوزن. طبعا فوق 40 إذا طلعت كتلة هاي سمنة مفرطة
لازم تتحركون. علاج التكيسات طبعا حتى تعرفون ماكو علاج ثابت للتكيسات، لأن هواي عندنا حالات. تدرون كل 10 بنات وحدة عندها تكيس. أول شيء اللايف ستايل، نحافظ على وزننا على غذائنا الصحي، فابتعدوا عن الأكل الفاست فود والأكل البرة، خاصة الدجاج. على فكرة ترى الدجاج كله هرمونات، فتشوفون أن تجي العيادة عمرها 9 سنين والبنية بالغة، صدر بدأ والدورة تنزل، كله من وراء هاي الهرمونات والدجاج، فابتعدوا عنها. الرياضة مهمة، شرب الماء، أكل الصحي، تحافظ على وزنها. ليش؟ عدو التكيسات هو الوزن، الوزن الزايد. بعدين حسب الأعراض، أنت بنية فمجرد ننظم لك الدورة، نطي حبوب منظم للدورة. أنت متزوجة وتريدين حمل، نطيك منشطات، لأن هذول التكيسات ما تصعد البيضة، تبقى صغيرة صغيرة صغار صغار ما تصعد. فعدت شعرانية، نعالج بالليزر ونطي أشياء تخفض الهرمون الذكري لأن يصعد. يلا أقرأ تعليقاتكم. قلنا نختصر، قيصريات يصير أحمل توأم، راح تتعبين هواية لأن ولادة مبكرة عالية، فخلوا على الله لا تدورون توأم. أنت ضعيفة وعندك تكيس، شوفوا 30% من جماعة التكيسات يكونون ضعيفين، 70% يكونون سمان. زوجتك حملت وطرحت وبعد ما حملت، هذا ما يجيب هيجي سؤال وجواب، شو سبب الطروحة وش قد عمرها وش قد الخصوبة عندها، انت تحليلك شلون؟ لان احيانا ترى احد اسباب الطرح عند المرأة التشوهات، تطلع تشوهات بالحيوانات المنوية. انت مخلية لولب وعندك قرحة، قرحة وين؟ اذا عندك التهابات فنشيل اللولب. يصير شوفي لازم يعدي على التبويض فد 10 أيام يلا تحللين، يعني قبل الدورة بيومين 3-5 أيام أقصى حد تقدرين تحللين حتى تعرفين أنت حامل أو لا. يفضل الحب المانع بالتوقيت هو نفسه ناخذه، بس إذا فد يوم نسيتي ورا ساعة أخذتي ماكو مشكلة، بس حاولي دائما بالتوقيت لأن راح يخربط عليك الدورة وخربط عليك وممكن تصيرين حامل. ساعديني في معالجة البطانة المهاجرة. يعتمد عزيزتي، احنا عادة نطي فيزان اذا انت ما تريدين، بس تريدين اذا عندك اكياس دموية وعندك الام بالدورة فنطي فيزان، لكن اذا عندك عقم وعندك اكياس دموية قديمة فيفضل جراحة، تنظيف بالناظر. زين، التصاقات وحامل، عندي تكيسات وحامل واشعر بألم اسفل البطن. اي هذول اهل الالتصاقات، كل ما يكبر الرحم كل ما يصير عندك الام، فالحمد لله انه حبلتي رغم الالتصاقات. قيصريه بشهر ال 12 ويوم 16 زوجي لح عليه يريد طفل ثاني، واني اقول له بعد وقت تنصحيني؟ شهر ال 12 يعني سنه، احنا المفروض اقل شيء سنه، خلي بين حمل وبين قيصريه والثانيه سنه اقل شيء، واذا قدرتي اكثر سنتين بعد احسن، بس تستردين عافيتك، تاخذين فيتامينات. كم يوم في 9 اسوي عمليه؟ شوفي احنا كل ما تكثر عدد العمليات الموعد نقربه اكثر، زين، حتى لا يصير يعني الجرح لين فتح مالتك. فاذا عمليتين احنا 2 أسبوع في 9 يلا نسوي العمليه، اذا 3 عمليات 10 أيام في 9، فاقصى حد احنا 3 عمليات 4 عمليات نحاول بين الاسبوع والعشر ايام، بس اذا عمليتين فقط ننتظر 2 أسبوع في 9 على مود الرئه. ليش ننتظر؟ الرئه مال طفل ما تبين بسونار، الرئه مال طفل بس هي ما تكتمل، لان تكون عمليات مو مثل بالولاده، بالولاده التقلصات وطلوقه والولاده تنشط الرئه عند الطفل. نجاح الحقن الصناعي 20% عزيزتي. عمري 44 سنه وما عندي مشاكل. زين وبعدين ظهر عندي سؤال قبل ما شفته، موعد الولادة اخ منكم هالمواعيد تطوني؟ اشوفوا المواعيد حتى تحسبون موعد الولادة، اخر دورة 15/5 مو هيجي 15 تضيفي لها 7 أيام هاي الايام، احنا 7 أيام مالت الدورة احفظوها، 7 أيام نضيفها على الايام
ايام الدوره الدم ما بيها حمل يصير، فتصير ايش قد 22 نقص 3 زين من الاشهر الخمسه، نقص من 5 3 يبقى 2 يعني 27 5 ونضيف سنه على السنوات. فشو نقول 7 زائد 7 احفظوها ناقص 3 زائد 1 الايام الاشهر السنوات احفظوها لا حد يسالني بعد شلون احسب موعد الولاده. زائد 7 ناقص 3 زائد 1 التبويض يبدي من يوم 9 للي يسالون على التبويض من يوم 9 من الدوره لحد يوم 19. ترى اكو تحليل بالمختبر بالصيدليه ممكن تجيبوه للي يريدون يحملون بس كجدول ولد بنت لا ما يعتمدون على هذا التحليل. اختبار مثل اختبار حمل تسويه بالبيت فحص بالادرار. عندي 6 بنات وتريدين يسوي جدول عادي؟ لا حبيبتي، اذا عندك امكانيه روح يسوي الجدول اللي هو الحقن المجهري بحيث يختارون لك بس الذكور ويحقنوا لك، لان مو النسبه عاليه لنجاح الجدول العادي. يعني الكرون كرونز انت عندك اعتقد امن الطبيب يكتب لك علاج، هي عندها مرض مزمن تقرحات القولون والكرون ديزيز وهي حامل، وهذه طبعا فتشي يسموه اوتوميون ديزيز يعني الجسم مناعه الجسم. بس بالحمل سبحان الله لان المناعه تقل الاجسام المضاده تقل المناعه حتى تستقبل هذا الطفل. شوف الامراض المزمنه يخف تاثيرها عليك، يعني الكرون راح يخف عليك بالحمل. اما العلاج فتتناقشين مع طبيبك المعالج وتقولي لا انا حامل حتى شوف شلون يخفف لك الجرعه، شوف شلون يتعاملوا وياك. علي امير يقول تلقيح صناعي، والله احنا نسوي بس هي نسبه الحمل بالتلقيح الصناعي هي 20%. ممكن ايه احنا نسوي عزل وفصل نسويه حتى نحدد الجنس بيه ممكن يكون ناجح بيه. عندي كيس على المبيض ممكن تحبلين، احنا عندنا مبيضين واحد عليه كيس الثاني يشتغل فلا تخافون. دائما خلوا عندكم امل وتفاؤل لان هذا كله يساعد في العلاج. بشهر السادس حامل ورجلية قاعدة تورم، اهم شيء الضغط وتحللين الادرار شوفين عندك زلال او لا. فممكن اذا طلعت هذني الاثنين ضغطش طبيعي وزلال ما عندك فممكن القعدة الطويلة تسوي وروم لان ضغط الحمل على الرجلين. ممكن عندك دوالي بس تشيكوا الكلى والضغط لان يبدي الضغط شوفوا سكر الحمل وضغط الحمل يبدي من الشهر الخامس السادس فركزوا دير بالكم هاي الفترة. دكتور اعراض الحمل نفس اعراض الدورة؟ اي سبحان الله شوفي تحس اعراض الدورة وبعدين تطلع حامل. عندك خربطة بالدورة بسبب اللولب الهرموني، مجرد صبر صبري 3 إلى 6 أشهر يتعدل تتعدل الدورة. وإذا شفتيها مضايقتك كثير ممكن الدكتور تعطيك علاج مع مدعم على العلاج الهرموني اللولب الهرموني يوقف لك إياه والتصبيرة مثل ما يقول هاي 3 أشهر 6 أشهر بعدين تتعدل عندك الدورة لأن هرمون ويعطي جرعة قليلة وجسمك ما متعود عليه فأكيد على ما ياخذ قراره. حتى الحمل يبين بالسونار انتظروا 10 أيام على موعد الدورة. 41 ممكن نسوي لك اطفال انابيع على عمر 41 ان شاء الله. الالتهابات خلينا نحكي على الالتهابات. اول سؤال كان اجالي من وحدة تريد علاج للالتهابات. شوفوا الالتهابات المزمنة احنا نوعين عندنا التهابات او ثلاث خلينا نقول التهابات فطرية. فطريات هذه ما نعطيها مضاد حيوي، نعالج الفطريات ومسببات الفطريات. فطريات بكتيرية وهذه عادة تكون معدية وخاصة بكتيريا جنسية العلاج يكون الزوج والزوجة. الفطريات ما تعدي ها زين إلا بحالات نادرة تعدي رجل إذا كان مناعته كلش قليلة وعنده سكر. البكتيريا والتهابات فيروسية وهاي الأخطر وحدة طبعا هي الجنسية والفيروسية هي الأخطر. فهذه شو نعرفها بالتحليل، تحليل خاص عند الطبيبة الدكتورة عندك. عبد الإله يقول أريد علاج يزيد الحركة. أول شيء الرجل ترى عنده هرمونات حالة حال المرأة يعني ممكن هاي الخربطة الهرمونات
هي تسبب ضعف في الحركة. أول شيء تشيك عند طبيبك، تحليلك يشوفون العدد إيش قد، يعني إذا ضعف حركة وعدد زين سهل العلاج. تسوي سونار، ممكن يكون عندك دوالي. العلاجات اللي تاخذها خلوا ببالكم، العلاجات المزمنة، علاجات الضغط والكوليسترول وعلاج المعدة، المعدة اللي ياخذون هذول لانزوبرازول ونكسيوم وغيرها مع المعدة، هذه كلها تأخر الحمل عند الرجل، تقلل الحركة، تقلل العدد. فهذه انتبهوا وياها، يعني ما يصير بسؤال وجواب، مستحيل. يعني التهابات، الرجال يحملون البكتيريا مع الأسف بس ما عندهم أعراض، فيصير عندهم التهابات مزمنة، وخاصة البروستات تلتهب، صعب العلاج مالها. فاللي عنده مشاكل يروح طبيب بولي. كيس فاضي بالحمل، كيس فاضي معناته من تلقحت البيضة، شلون البيضة العمياء احنا نسميها، ما تخلق الجنين، تلقحت البيضة لكن الجنين ما تكون. يا اما اكو تشوهات عند الحيوانات المنوية عند الرجل، يا اما اكو تشوهات بالبيضة. شو هذه؟ انسداد فتحة المهبل، بنتي عمرها 5 أشهر من عمر 2 شهر سدت فتحة وما انفتحت، أبقى استمر عليها أسرين أستخدم عصا؟ طبعا أي ديري بالك، هذه إذا انسدت بعدين من تكبر عملية وجراحة، بس ممكن تروحين يوم الطبيبة تفتح لك إياها وتعطيك هرمون اللي هو هذا الأسرين، نطيه فد أسبوعين شي بسيط، لا تعطينها هواي إلى أن يتعدل هذا الهرمون بجسمها وتنفتح عادي، ما تخوف. التهابات مزمنة وأسباب النزف أثناء الدورة الشهرية، شوفي منى هذه هم من أحد الأسباب سبب لنا نزف، يعني الالتهاب ممكن يصعد على بطانة الرحم، ممكن النزف من عمق الرحم، ممكن عندك قرحة، فلازم فحص ولازم علاج، أنتي وزوجك، أنتي وزوجك تتعالجي. اللي يرضعون، اللي تسأل الدورة ما أجت وهي ترضع، اللي يرضعون معرضين إنه الدورة تتخربط عندهم. أي هل هرمون البرولاكتين ده، خلينا نحكي هسا، إحنا شوفوا شهر التوعية هسا سرطان الثدي، خلينا نحكي عن هذا الشيء، دنوعي كل النساء، خلوا هذا شهر 10 هو شهر الكشف المبكر عن سرطان الثدي العفو. فكل وحدة كل شهر بعد كل دورة تفحص نفسها بالحمام، تفحص الثدي مع الأبط، لا تنسى الأبط، هذا يسموه فحص دوري شهري، يعني كل شهر، كل 6 أشهر إذا ما مشيكة تروح يم طبيبتها تفحص لها بإيدها. السونار هسه خلوا هذا شهر 10 من يصير توعية، السونار يصير كل سنة من شهر 10 تذكروا سووا سونار، سونار يبين إذا أكو كتلة شيء مو طبيعية، خاصة اللي عندهم وراثة بالعائلة. الأشعة اللي هي تسميها الماموغرام، هذه الماموغرام نسوي بعد 40 سنة، ليش؟ أحيانا أكو أشياء ما تنكشف بالسونار، نسويها بالأشعة تبين الكتل أو تكلسات الكتل. ليش إحنا نسوي كل هاي الفحوصات؟ تدرون إذا اكتشفنا الكتلة صغيرة من البداية قد نسبة النجاح؟ فوق 95%، نسبة الشفاء من السرطان فوق 95% إذا اكتشفنا الكتلة بكير، والعلاج سهل ولا كيمياوي ولا ألم. فخلونا نقضي على هذا المرض اللعين، خلونا نقضي عليه بالكشف المبكر. تدرون شقد إحنا ننقذ حالات بهالطريقة هذه؟ إحنا بالإمارات عندنا حملات وفحص مجاني، وتطلع سيارات مجانية، حملات سيارات تطلع للتوعية وللفحوصات. فرجاء كل اللي ما عامل فحص هذا شهر التوعية، شهر أكتوبر، شهر 10، خلي تروح تفحص، تسوي سونار، اللي ما عامل سونار تروح تسوي سونار، اللي ما فحصت تروح على أقلها يما الطبيبة هي تفحصها دكتورتها أو هي بالبيت تكتشف. وأبد لا تخافون، دائما الكشف المبكر للأمراض السرطانية يكون الشفاء به نسبة عالية بالـ90. نشرب شوية ماء، أحس نفسي عطشت شو، يعطيكم راحة، بدت الإيموجي العصبية. ارتاحوا شوي، ارتاحوا.
اي اطفال انابيب تحديد جنس اي ناجح، لان هو يشوفه ولد يلا يحطه ببطنك، بس كنجاح كحمل يعتمد على رب العالمين. احيانا يسوون اطفال انابيب وما يعيش الطفل، بس نسبه البي اكثر عاليه تكون نجاح. شوفون صورتي اي انا على الكلاس. هاي شو تقولي، هل تحليل الحمل المنزلي دقيق ويعتمد عليه بعد العلاقة بتسعين يوم؟ تسعين يوم تنتظرين يلا تشوفي. هو احنا رب العالم شوفوا الرحمة، ترى هي الدورة الشهرية حتى نعرف المرأة حبلت لو لا، بس تتأخر عليها الدورة الشهرية تعرف يعني 30 يوم، أسبوع 10 أيام ماكو دورة روحي حللي. ما عدا هذول أهل التكيسات غيري دائما دورتهم 40 يوم وتجي، فتسعين يوم ماكو حمل إذا أنت تجيش الدورة. واللي رضعون ماكو دورة، هذا منع طبيعي. إذا ترجيع شوفوا نقطة، إذا أخذتي إبرة تفجيرية هذا الشهر وإبرة، لأن هم أحيانا شو يسوون؟ هذه تسأل سؤال تقول 11 يوم أو 12 يوم من الترجيع حللت وطلع بوزيتيف، هل يعتبر هذا حمل؟ إذا هذا الشهر أخذتي إبرة، خلوا بالكم الإبرة التفجيرية طلع لي التحليل بوزيتيف، فلا تعتموا يعني لازم يعدي 10 أيام من عندها. زين اذا ما اخذ، اذا ما ماخذ ابر تفجيريه اذا عدى 10 14 يوم وحللتي فممكن يطلع بوزيتيف ان شاء الله. فدائما من الترجيع او من التحليل او من الابره التفجيريه انتظروا 14 يوم يلا تحللوا. تقول صار عندها تمزق بالولاده وهل يتكرر، يعتمد على المكان درجه التمزق، فطبيبتك اللي ولدتك هي اللي تساليها هذا السؤال. عمره 24 سنة والحق الناجح، قلنا التلقيح الصناعي نسبة نجاحه 20% والتلقيح المجهري تكون أعلى 60%، مراكز يقولون 70%، بس احنا طبعا احنا خلوا بالكم بعض المراكز يقولك أنا عندي النجاح 70%، بس هذه يحطون بيها نسبة الحمل، لكن احنا نريد نسبة نجاح أن الطفل يعيش وينبض وتولد، هذا النجاح، ما انه هي صارت حامل ونزل. طبعا في مراكز يحسبون هذا الشيء فتطلع النسبة 70%، بس هي 50-60% اقصى حد، هاي احسن المراكز. الثيروكسين لا ما يأثر على الحمل، ممكن تاخذين الغدة تأثر. تدرون في بعض الدول الاوروبية وانجلترا وهذول بريطانيا يحللون اي طفل يجي للدنيا، يحللون الغدة مالته. ليش؟ طبعا اللي عندها غده معرض طفلها انه ينتقل له، يصير عندها هم مشاكل بالغده، فيحللون كل الاطفال الغده ويعالجوه من البدايه. ليش؟ لان الغده تاثر على ذكاء الجنين، فيقول لك هذا راح يجينا هانديكاب وراح يصير حمل على العائله. هانديكاب يعني عنده عوق ذهني، فيصير عائق على الدوله. فاحنا ليش التحليل احنا شوف يتعجزون جماعتنا، او فحص السمع بكير يسوونه الطفل حتى يتجنبون المشاكل بالمستقبل ويصير عبء على الدولة. زين شوي الأسئلة تصغروا لي، والله ما أقدر أقرأها، من 44 سنة ومشاكل عند زوجي وتشوهات. روحي قبل أطفال أنابيب، شوفوا دائما العقم اللي سبب الرجل روحوا قبل لا يصفر الرجال، صعبة. وانت عندك 44 سنه بعد شنو لحق على البويضات اللي عندك، روحي ضميها خزنيها الى ان يصير عندك عدد بويضات زينه. اطفال انابيب شفه ارنبيه فوليك اسيد جرعه عاليه 3 اشهر قبل الحمل او 3 اشهر، وشوفوا اكو فوليك اسيد بالسوق، لكن في اجسام ما عدا الانزيم اللي يكسر لنا هذا الفوليك اسيد بالجسم وتستفاد من الجرعه، فاكو مثليت فوليت زين هسه موجود بالسوق اللي هو الجزء اللي شلون انه يتفاعل الفوليك اسيد بالجسم يطلع لنا النهائي اللي هو المثليت فوليت. هسه بدوا يصنعون هذا، ليش؟ لان بعض الاجسام هسه عندها شفه ارنب، ممكن هي كانت تاخذ فوليك اسيد لكن طلعت الشفه ارنب،
ليش؟ ممكن جسمها ما عدا هذا الانزيم اللي يستفاد من الفوليك اسيد. فاذا تستخدمون فوليك اسيد خاصه انت اللي عندك هاي مشكله بالطفل او تشوهات او حتى فتحه في الظهر ومشاكل، ميثيليت فوليت موجود بالسوق هسه، يعني موجود صار سنه سنتين او 3 سنوات، ممكن يستخدمون هذا النوع من الفوليك اسيد. حتى بالاسقاطات المتكرره يفيد الميثيليت فوليت. يا اريد احمل ولد، روحي شوفي الصفحه مالتي منزله جدول الولد شلون تسوي، ان شاء الله يكون ناجح. حجم البويضه حتى يصير حمل حكيناها من 16 الى 25. اللي متزوج يقول ما صاير حمل، شوفوا اذا العمر صغير بالعشرينات فسنه، بعد السنة 80% من الكبل يصيرون حوامل النساء. لكن إذا عمرك كبير بال30 وزوجك كبير، فأول ما تتزوجوا المفروض تفحصون، وأول فحص أني أطلبه تحليل الزوج. ليه؟ شكرا كوين حبيبتي، أول مرة أستلم هدية. حبايبي شكرا كوين، عندي السؤال ممكن هي تتنبيني حتى أشوف السؤال مالتها. فشو قلنا؟ انه الزوج اول شيء يجولي الكابل اللي ما عندهم، رجاء تكونوا متعاونين. دائما ايد وحده ما تصفق، شويه ياخذها الرجل يعني من رجولته وكرامته شلون، واني انا افضل اتزوج واخلف او ما اخلف يلا احلل. فعندنا مشكله الانانيه عند الرجل، فبما انه النساء هم حاضنات للاطفال فيتصوروا الاسباب العقم كلها عند النساء. زين اقول لكم النسبه حتى نحطها على ولاطه، مثل ما يقول 48% من اسباب العقم هم اسبابها الرجال، يعني قريب من النص، نص اسباب العقم هو الرجل. فيا اخوان تحليل واحد، تحليل سائل منوي يسووه من البدايه وتتعالج افضل. المراه هرمونات على فحص على ابر منشطه على اشعه مال انابيب، تهلك المراه وبعدين يطلع الرجال عنده ضعف حركه او عنده لزوجه او عنده مشاكل دوالي. فرجاء اول شيء الرجل يفحص وما بيها عيب، علاج موجود. لان اذا اقول لكم اني عندي حالات 6 مليون 8 مليون حبلت نسوانهم، فلا تيأسون، بس اهم شيء تروح تتعالج. كوين شو سؤالك حبيبتي قولي لي، يلا ام الهديه هاي. كوين بيها اضرار على الجنين؟ ابره تفجيري ابدا ما بيها اضرار ابدا، لان نفسها الجسم يفرزها فتره التبويض. وللعلم الابره التفجيريه تنضج البويضه مالت الحم، تنضجها تخليها تصيرها ناضجه ومربربه وتكبرها 2 ملي زياده، يعني تفيدنا ما تضرنا وتحسن البطانه. ها شوف هاي اشياء معلومات كثيره استفادوا من عندها. كوين حبيبتي دزي لي السؤال، والله انت تخجليني. خلونا نجاوب كوين رجاء، شوف ايش قد دزلنا هديه خطيه الزهور وما ادري شنو. يلا كوين سؤالك يا كوين. وينك؟ ألم يصير عندك بعد سويتي بعد الأشعة؟ خذي مسكنات، بسكوبان يفيدك، بنادول يفيدك. طبعا يصير آلام إذا الصبغة تطلع من، بس هاي علامة زينة معناته الأنابيب مفتوحة. سنتين بنتك وما تتكلم، في يعني خاصين بهذه المشاكل مال أطفال كبيرة، بنتك كبير لازم تتكلم، مو اختصاصي والله. يلا كوين تريد تسأل سؤال وماكو سؤال. الأسئلة سريعة تروح فما لحق، ما لحق والله. زين دكتورة الزرع ناجح بالعراق؟ يعتمد على المراكز، اي مراكز اكو زينة، بس سئلوا مو تنغرون بالدعاية والإعلانات والهاي، دير بالكم. يعني نصيحة، هذه نصيحة، سمعة الطبيب وشغله اسألوا، أحسن دعاية إله هو المريض. سبب الكيس على المبيض اليسار 6 سنتي، 6 سنتي طبعا يعتبر كبير، ف
فإذا مائي ممكن بالعلاج يروح، لكن شنو نوع الكيس؟ أكون دموي دهني، هذا صعب يروح، يصير ثقيل، فإحنا نخاف ليلتوي. إذا عندك آلام لازم تروحين طبيبة تفحصك. دورة ملخبطة وأنت حاطة شريحة منع الحمل صار لك 6 أشهر، أي هي حدها 6 أشهر لين هرمون، مثل لولب الهرمون راح تتخربط عندك الدورة، بس بعد سنة راح تنتظم. تنتظم الدورة كثير عندك. شنو كنا نريد نحكي عن يا موضوع؟ فموضوع إنه السوشيال ميديا والدعايات، صح؟ أسأل واحدة من الناس، أني عندي سوشيال ميديا ومتابعين هواي وأطلع، بس عمري ما سويت دعاية لنفسي. ما سويت دعاية لنفسي، اللي يسوي لنا الدعاية هو المريض نفسه. أنا أقدم معلومات وهاي صفحتي روحوا شوفوها. لا قلت أنا سويت فلانشي وانتصارات وما أعرف شنو، بس أنا أعرف أشتغل عمليات وأنا بس أعرف، لا والله. بس أحيانا ننزل حالات أمل إنه حتى الناس تصير عندها أمل، نقول هاي حبلت بعد 5 سنين، هاي بعد 6 سنين، عندي مريضة أتحدى طبيبة، أتحدى طبيبة تقول لي عمر 20 سنة عقم، 20 سنة ما عندها أطفال وحبلت على إيدي، مو بيوم وليلة حتى أقول ها فرت على طبيبة، سنة هي تراجع يمي وحبلت. فيا أخوان يا عزيزاتي يا متابعاتي، إذا تريدون تسألون منو، مش حتى أي شيء، مو بس النسائية، حتى بالعمليات التجميلية، حتى بالعمليات العادية، حتى بالهذه الحقن المجهري، اسألوا منو مشتغل عند هذا الطبيب أو عند هاي المستشفى أو عند هذول المراكز. فإذا كانت عندهم نسب نجاح عند أطباء عند مرضى، فمعناته هذا أهل الثقة وإنه تراجعونه. لا والله إذا ما عنده نسبة نجاح وبس دعاية وقعد يطلع على التلفزيون وعنده فلور هواية وهو شغل مو مضبوط، لا والله ما نروح له، ما نروح له. فأحسن دعاية للطبيب هو المريض. الوردة البيضاء تحياتي لك حبيبتي. والله ما أدري مدينة الطب بيها ناظر رحمة، أكيد أكيد يعني ترى ما تدرون هسه إحنا صايرة حتى بالعيادات يسوون أكو ناظر مع العيادات بسيط، فالناظر صار شيء سهل. بس طبعا هم نفس الشيء، مو أي واحد جاب ناظر يتعلم براس المرضى، لازم لازم عند ناس عندهم خبرة وعندهم نجاحات عمليات ناجحة عندهم تروحون يومهم تسوون. عندي قرحة يم الرحم، هي القرحة تصير بعنق الرحم، تسوين مسحة عنق الرحم وتشوفين إذا نظيفة وعندك أعراض والتهابات متكررة ممكن تكوين كوي بارد. حكينا على المخزون، عمره 27 سنة، لا تلتفتين للمخزون، طبعا المخزون قليل بس هذا يسوي عندك إحباط. إذا الدورة تجيش نظامية وإذا بويضة مالتش لا تكبر ممكن تحبلي، ما ليش علاقة. فهاي المريضة اللي أحكي لكم عنها صفر عدد صحيح 1 وعمرها 39 سنة وحبلت. سوري، أم 20 سنة عمرها 39 سنة وحبلت الحمد لله. فإذا الدورة مالتش نظامية والإباضة مالتش زينة فلا تبعين على المخزون، بس اللي عندها مخزون قليل شوي تحافظ عليه. طبعا المدخنات والهسه موديل الارجيلات هذه كلها تسبب تنقص المخزون. انت عمر 27 سنة، فشرب القهوه والشاي هوايه ابتهال حبيبتي، شكرا لك. المنبهات وهذا الريد بول وهذني كلش خطره على المبايض. اكل صحي، اكل صحي دائما مهم، لان شوفوا دا اقول لكم الجسم كله جسم معرض للمواد سميه تدخل له، من ضمنها حبيبتي كوين واي دي، شكرا لكم اي دي. فالجسم هم يتسمم بالبيئه والحياه والادويه والامراض، فحتى يتنقح الجسم لازم اكلنا يكون صحي، لان اكلنا بيه لازم مضادات اكسده، مضادات اكسده هذه تنظف الجسم ومن ضمنها المبايض. فخلوا أكلكم صحي حتى ابتعدوا عن الأشياء اللي هي المعلبة والمواد المحفوظة، لأن هاي تتعب المبايض. شو عمرها 27 سنة تقول لي مخزوني قليل؟ فديرين بالك على نفسك، تاخذين فيتامينات خاصة بالمبايض. احنا عندنا فيتامينات خاصة بس تشتغل على المبايض، فيتامينات معينة حتى نحافظ على المخزون، مو ناخذ منشطات منشطة بعدين المخزون يتعب، لا ما يفيدك المخزون.
اي شوفوا القهوة جدا مضرة للموبايل بصورة عامة، المنبهات. زين احكي لكم، انا عندي مريضة عمرها 35 سنة ما عندها مشاكل، بعدين ما سألت طلعت تشرب قهوة بكثرة. بس احنا شلون عندنا الشاي، جماعتنا يحبون الشاي زين، فهذه تشرب القهوة بكثرة، قطعتها الدورة والله العظيم قطعتها الدورة. فرجاء اللي تشرب قهوة، شوفوا نوبات نوبات اللي تجي ما عندهم، واني ما عندي اسباب والله، لو تشوفين الباك جراوند مال حياتك تلقينه كله غلط بغلط. فشوفي انت راجعي نفسك، شنو اكلك، شنو وضعيتك، تدرين نفسك شنو اكو مشكله غلط. انت هذه هسه مخزون المبايض قليل، بعدين تنقطع الدوره. فاحسن اكلي، اشرب مي هوايه، فيتامينات اخذ، احافظ على هذا المخزون. مو معناته ما تحبلي، تحبلي بهذا المخزون اذا الدوره النظاميه تجي واذا عندك اباضه. يعني انا اقول لهم هذول مثل المخزون، من يقول لك مخزوني هلقد قليل، انا اشبه مثل واحد ببيت وعنده ستور، عنده مخزن يضم به المؤونه بحالات المجاعه، بحالات الحصار، عنده مؤونه ضامها ما يستخدمها، لكن داخل البيت، داخل المطبخ، بالثلاجه، اكو مؤونه تكفيني مثلا سنه، اشهر، سنتين. فنفس الشيء انا هيك اشبه المخزون، انه انت رحمك مبايضك دا تشتغل، دا تنتج بويضات، المخزون هذا يقول لك ايش قد انت حدك الدوره انه ظل تجي، ايش قد حدك الخصوبه شلونها، يعطيك فكره عنها حتى ما توصل للدواء، لا توقفينه هوايه، اشربي مي حتى لا يتخثر الدم تحت الجلد. هذه هي العلاج. احيانا نعطي دافلون اللي هو اعشاب يخفف لنا الاحتقان، بس الدواء ما تروح الا بعد الولاده. ان شاء الله يكون اللايف مفيد، وانا اعتذر من اللي بقيه اللي ما قدرت اجاوبهم، بس اكيد سمعنا الحكي والاسئله والاجوبه، اكيد الكل طلع بكم معلومه تفيده بالمستقبل. ان شاء الله ادعونا انه الله يسهل لنا امر، وان شاء الله نطلع لكم بلايفات جديده، وتابعوا صفحتي بيها اكثر اسئلتكم مجاوبه عليها باللايفات، ما اخذ لكم فره وشوفوا ان شاء الله تستفادون من عدها، وخلونا نلتقي دائما على الخير والصحة والسلامة. تحياتي للكل، وشكرا على المتابعة، وشكرا على التواصل، وشكرا لدعمكم للصفحة. مع السلامة.